بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آب دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے علی ظفر راقی. ابھی ایک رقیہ انشاءاللہ آپ کے خدمت میں پیش کریں گے. اس رقیہ کا جو بنیادی جو ضرورت ہے وہ کیوں پیش آئی کہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے رابطہ کیا. انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو دینی معاملات ہیں, فار ایگزامپل کہ وہ لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن قرآن پڑھ نہیں پاتے, نماز ادا کرنا چاہتے ہیں, عبادات کی طرف ان کا رجحان نہیں ہو رہا, یا سبحان اللہ وہ عبادات میں ان کو مزہ نہیں آ رہا, تو عبادات میں وہ خلوص محسوس نہیں کرتے, اور بہت ساری اس طرح کے معاملات جس میں ان کا دل نہیں لگتا, خاص طور پہ وہ معاملات جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اور اسی طرح قرآن, حدیث, ایمان, اسلام, اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملات, اور یعنی دین کے متعلق بہت زیادہ یعنی وسوسے بہت زیادہ ہیں, خیالات بہت زیادہ آتے ہیں. فار ایگزامپل کہ وسوسہ آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بھی یا نہیں, نعوذ باللہ. اور اسی طرح یہ خیالات آنا کہ کیا یہ دین سچ ہے یا اس دین میں کسی قسم کا کوئی شک ہے, نعوذ باللہ من ذلک. تو یہ سارے کے سارے جو خیالات ہیں یہ شیاطین انسان کے اندر اس کو مبتلا کرتے ہیں, اور اس کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ کسی انسانی جادوگر سے نہیں بلکہ شیاطین خود ایسے لوگوں کے اوپر جو عقیدے اور ایمان میں پہلے سے کمزور ہوتے ہیں ان کو مزید کمزور کرنے کے لیے ان کا یہ جو یعنی جو ان کے اوپر جادو کرنا یہ شیاطین کی ایک اپنی ضرورت ہے. تو اس رقیہ کو جو میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو سنیں گے, تو اس رقیہ کو فجر کی نماز کے بعد, ظہر کی نماز کے بعد, عصر کی نماز کے بعد, مغرب کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد, متواتر یعنی ہر نماز کے بعد ایک دفعہ اس کو سننا ہے. اور سننے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھیں, آنکھیں بند کریں, توجہ سے اس قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں, اور اس عمل کو دہراتے رہیں تقریباً یعنی 14-15 دن تک متواتر, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں کمی لیتے آئیں, آہستہ آہستہ کمی لیتے آئیں, حتیٰ کہ آپ کی جو عادات ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بہترین ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے نمازوں کی, عبادات کی, نوافل کی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی. تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
إنها لكبيرة إلا على الخاشعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة الله مع الصابرين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون حافظوا على الصلوات والصلاة
الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون
المتقون إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين
رب موسى وهارون قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بسم الله الرحمن الرحيم
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وزوال همنا وأن تفرج به كربنا وأن تفك به القيود وتزيل الربط إنك أنت العزيز الحكيم والسميع العليم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لا بأس عليك طهور إن شاء الله.